كان مقنع. هذا الانتصار لهالجمهور. هو ذا السلام. الشارجة عن طريق سالم خميس، كرة ومحاولة خطرة، جول جول. الملك يبتسم. بعد ذلك في الجولة الخامسة نستضيف فيتنام، يعني مباراتين. لكرة خطرة خطرة خطرة، جول جول جول. تمريرة جميلة وخطرة من محمد الشحي، وخطرة جول خطرة جول جول. داميان دياز، شو استوى في الوحدة اليوم؟ كابتن ما حب يسوي لغات. واضح على ده الوحدة اليوم؟ كابتن ما حب يسوي لغات، عارفين. أداء كان مقنع، بس الحكم خرب. أداء كان مقنع الفريق اليوم. حكمنا خرب. كيف مقنع وأنت طالع من تعادلين واليوم خسارة؟ مو مشكلة، أنا فريقي قانعني صراحة. بس اذا تبون دوري الخليج يعتدل، عدلوا الحكام اول. هذا كلامي. ابغى اتكلم. مبروك الاهلي، الظاهر ان الاهلي لازم. بس والوحده وين هالموسم؟ ماشي، ما في لعيبه. اسماعيل محمد شحيب مو مستوى، ما في الدفاع اي كلام للاسف. بس ما في شيء راهنون على البطولة هالموسم. والله على كلام الإدارة إنه يبنون فريق. بعد هالفريق ما نبنى يعني. كم بعد كم سنة يبون الإدارة؟ 2-3 يبنون فريق. هذا الفريق الموجود الحمد لله رب العالمين. مستوى اللاعبين ما في تركيز، ما في انتباه. فما عليه، إن شاء الله الوحدة في الجولات الجاية أتمنى إنه يكون أحسن. تقول حظ، لكن صارك الحين متعادل مباراتين واليوم خسران، كل هذا حظ؟ والله هو يعني تقدر تقول الحظ لعب دور. انا ما اقول لك كل اللوم على الحظ، لا، الحظ لعب دور. بس في هالمباراه التركيز ما كان في تركيز في اللعب. احنا لمتى بنتم نزحف وراهم؟ لمتى من نسجع؟ اوكي، لمتى بنتم احنا مع هالفريق؟ يعني مصفق له، اوكي مصفق لك المباراه، بني من اللعب هاللعب. مدرب يدخل لك لاعب يلعب دفاع، يدخله في النص ويختبص الكامل، ليش؟ شو احنا شو من عله يعني؟ عندنا فريقنا كامل اليوم، والله كامل. الحكم ياس يلعب بأخلاقنا ويساعد الفريق الثاني، عيني عينك. ما نتكلم عن الحكم، احنا نتكلم عن فريقنا. فريقنا شو يسوي؟ اوكي، مباراة الاهلي جانا جمهور، قالوا نطالب جمهور. كابتن اسماعيل يقول تعالوا وحضروا. يصفق له لمتى؟ لمتى يصفق له؟ عندنا لعيبة قسم الله في نصهم ما يلعبون على الشعار، والله ما يلعبون على الشعار. انا اليوم فريقي سيء، فريقي ما قدم. انا اعترف لك، فريقي اليوم من جهاز فني، من مدرب، من لعيبة اجانب، من مواطنين، كلهم سيئين. لكن اللي صار اليوم مسخرة، اللي صار اليوم من لعيبة الشارجة هذه أكبر مسخرة. هذه مش بهالطريقة. هذه الشارجة أنت فريق ملك، تلعب لي قدام الوحدة يا رس تطيح لي أنت، عيال انزل درجة أولى إذا أنت بتلعب بهالطريقة هذه. عنبو من بداية المباراة وأنت يا رس تسدح لي في الملعب. لكن فاز عليكم شلون 3 نقاط؟ برأيي مش اللون 3 نقاط. أنا فريق سيء، لكن أنت اليوم تتكلم عن أخطاء تحكيمية. يطلع لي محمد عمر بهالطريقة هذه يقول لي والله فيها أخطاء. أنا أبو حكم يطلع لي بطاقة صفراء بعد ما سجل اسم اللاعب، يروح يركض لي ورا الكورة عشان اللاعب يجيب جول. يا أخي راجع السي في الحكم يا أخي. أتوقع اليوم اللي صار في الملعب مهزلة كروية، بأمانة مهزلة كروية من كل النواحي، من تحكيم، من لعيبة، من لعيبتي أنا بعد. اللي صار اليوم في الملعب مش كرة قدم، هاي كرة قدم، منافسة شريفة، لعب رجولي في الملعب. عندك شيء طلع في الملعب مش بالطرق الملتوية. يعني بأمانة فريق باسم الشارجة يلعب بهالطريقة، والله العظيم عيب. قول هالكلام لأنك خسران اليوم. أنا والله العظيم أقسم بالله لو أنا خسرت من الشارجة بلعب، أقسم بالله أنا أصفق لنادي الشارجة. بس مش بهالطريقة أنا أخسر، مش بهالطريقة يا أخي، أقسم بالله عيب. قالوا حق الحين اتحدى حد من الجماعه في التحكيم يقول لك والله الحكم بشر، الحكم غلط. يا اخي على عيني وراسي 10 سنين واحنا نفس الجمله. يا جماعه خير، والله العظيم اللي صار مهزله.
أسوأ، أتحدى أنها أسوأ مباراة في تاريخ دوري الإمارات المستوى. كابتن ثلاث نقاط خلاص، ما عندنا شيء نقوله، خلاص خلاص. طبيعي الفوز يعني دفع معنوية للفريق، ونتمنى أن المستوى هذا يستمر. ما عندنا الحكم شوية أعطاهم شوط إضافي يعني في المباراة، لكن الأداء، لكن في علامة استفهام على زي كارلوس. ثلاث نقاط يعني قربكم من المنافسة، والحين صرتوا قريبين لأقرب تقريبا من النادي الأهلي. والله نحن نطمح للمنافسة، يعني نحن دخلنا الدوري ما كنا متوقعين أنه ندخل المنافسة، نبغي فريق زين، هذا اللي أخذنا، أهم شيء عندنا فريق يعني بمستوى جيد يعني. تاج الملك يسمونه عمي، هذا تاج الملك حبيبي، هذا الملك، والملك الميدان، الميدان يا حبيبان، توقف على الوحدة في 2-1 وأنا مستانس. هذا الشيء مو بيزيد على الشارجة، الشارجة كانت له فترة وضاح. أنا ما أقولك الدوري لنا هالموسم، لكن الشارجة هذا الجمهور، هذا الانتصار لهالجمهور، مو بأي شيء ثاني. هذا الجمهور هذا كله، لما يقولك قاعدة، هاي قاعدة جمهور، لما يقولك جمهور، جمهور أصل، هذا جمهور أصل، لما يقولك فريق كبير عملاق، هذا الفريق الكبير. نحن كنا نبغى النتيجة إن شاء الله تكون أقوى، نكون النتيجة 5-3 على الأقل، بس الحمد لله، الحمد لله أهم شيء فوزنا، الحمد لله أهم شيء فوزنا. والبطل ميت شرقاوي، الملك ميت شرقاوي، والبطل ميت شرقاوي، أبيض أبيض أبيض، هو ذا السلام. هذا الشارج الأصلي، الملك، يقولون الملك، يعني الكل يقول هذا الملك، والملك ما شاء الله أدى الواجب. لو انغلبنا بعد نحن رضيانين، لأن فريقنا أدى أدى. هذه يحكون عن الوحدة والعنابي والعنابي، لكن هذا العسل، العسل الطيب.